في مرابضها ستبقى، ويبدو أنها لن تساق هذا العام إلى مذابح الأضاحي. مزرعة المواشي هذه قرب نابلس كانت تنشط في مثل هذا الوقت بمشتري الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها، لكن هذا العام ومع الإغلاقات المتكررة بسبب وباء كورونا والأزمة المالية المتصاعدة، لن تجد إلا القليل ممن يستطيعون توفير أكثر من 500 دولار سعرا للأضحية هنا. أثر علينا 20-30% من نسبة البيع، بس الأثر علينا إنه في إحنا بنبيع مثلا ناس يعني موظفين وعمال مغتربين، فالسيولة مش واصلة يعني معهم، في من كان مثلا معطينا التزامات شيكات شهرية بيدفعونا إياها، فشيكاتهم كانت ترجع. الأسواق في رام الله ليست أحسن حالا من هذه المزرعة. هنا يتنافس سوق الكمامات مع سوق الملابس والأحذية ومستلزمات العيد. يعج السوق بالمرتادين والمارة، لكن القوة الشرائية من الممكن تلمسها بنظرة واحدة داخل المحل التجارية شبه الفارغة. الناس في يعني تراكمات كثيرة عليهم، يعني وضع التجارة يعني 70% تراجع من العام. احنا في وقفة اعياد، يعني هدول اليومين لازم البلد تبقى اكتر من هيك، بس الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه طالعين منه ولسه بنواجه فيه اي للسقوط. يعني احنا شعب اتدمر اقتصاديا. رواتب الموظفين العموميين هي محرك الاسواق هنا، لكنها لم تصرف منذ 3 أشهر الا مرة واحدة وعلى دفعات بسبب الازمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، الى جانب اغلاق المدن منذ اكثر من 4 أشهر بسبب وباء كورونا. عوامل شكلت هذه الصورة قبيل العيد لاسواق تترنح وتسير على حافة الهاوية. من وباء كورونا إلى نصف راتب فترد في الوضع الاقتصادي، تتزاحم الأزمات وتتراكم على كاهل المواطن الفلسطيني الذي يبحث عن مساحة من الفرح والأمل لإدخالها في قلوب أطفاله. ففي عيد الأضحى ضحى المواطن الفلسطيني بكثير من احتياجاته ومستلزمات العيد. في راسلوت في سكاي نيوز عربية، رام الله.